هل حضرتك شايف انك بتقدم صورة للإسلام الصحيح وكقدوة للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك بتقول دايما؟ طبعا كل أفعالي وأقوالي قدوتي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما أقول هو قدوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرتك عرفنا ان جالك تهديدات بالقتل على تليفونك المحمول من خلال الرسائل، ايه المشكله والكلام ده كله؟ حضرتك التهديدات دي جايه من مين او شايف مين مصدرها؟ لا مين جايه من مين ازاي يعني؟ مين مصدرها يعني حضرتك تعتقد؟ الله تعالى اعلم، ولا يهمني ولا انشغل. حضرتك شايف محاولات اخوانك الدوله، هل حضرتك معاها؟ معاها بالروح بالدم. لان لو تأخونت الدوله بحسب مواثيق الامم كلها ان محمد مرسي قدم مشروع نجح على اساسه، لا احد يشاركه حتى تنتهي الفتره بتاعته ويقول له فشلت او نجحت. هل حضرتك شايف ان ده مش تكرار لنموذج الحزب الوطني في السيطره على كل شيء في لا ده نموذج للديمقراطيه القذره، الديمقراطيه الكافره هي اللي قالت ان اللي ينجح يحكم. الديمقراطيه القذره الكافره القذره الكافره المجرمه هي اللي قالت ان اوباما ينجح بواحد في المية يحكم الحزب بتاعه. قالت ان الحزب بتاع فرنسا ينجح بواحد من عشرة باين يحكم. الا في مصر ببدع التوافقي، حاجه عجيبه قوي. هل بلوزك حضرتك سخريه بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؟ إيه؟ هل بيزعج حضرتك سخريه بعض الشباب على مواقع التواصل؟ لمين؟ لحضرتك. لي انا؟ والله يا اخي لا بشوفش اي حاجه اطلاقا، ولا احب ان اشوفها ولا اسمعها، بس ده حقهم. ليه؟ لاني في الاسره الواحده الناس بتختلف امزجتها. فزي ما ناس سعاده منك في ناس مبسوطه منك. تمام. بس فانا لا شوف، انا حاطط قدامي هدف ماشي تجاه الهدف، لا انشغل. حد يصرخ، حد يندى، حد يبكي، حد يعيط، حد يزمر، حد يطبل، لا انشغل اطلاقا به.